اخويا مصطفى، وان شاء الله يوم جميل ويوم خالي من الحوادث، لكن احنا ما نقول خالي من الزحمه. سياده العميد، الزحمه المروري موجود. سياده العميد، انا من الضروره اليوم انا حقدم لك مخالفه، اليوم انا حقص لك وصل. لان عزيز مو مصطفى. انا عزيز مو مصطفى سياده العميد. سياده العميد هذا مصطفى يجوز واحد من الزملاء اللي مثل عليك يوم امس واليوم. لا والله تحياتنا له يعني. كلكم اخواني وكلكم اخواني. الله يحفظك الله يحفظك يبارك فيك. نعم سياده العميد، خلينا نتعرف على وضع السير لهذا اليوم في مدينه بغداد. اليوم بغداد يعني صراحه شهدت زخم مروري يعني في بدايه الصباح الباكر، وخصوصا في مداخل العاصمه، في مداخل سواء كانت من الكوت باتجاه بغداد او كانت من الراجديه باتجاه بغداد او من سيطره الشؤون اللي هي من صلاح الدين او السادي باتجاه بغداد او سيطره 75، يعني هذا بدايه في شد كثافه مستمره احنا نتيجه المركبات وكثافه المركبات وبدايه الدوام، لكن احنا نحكي على المركز العاصمه، مركز العاصمه شهد عندنا يعني زخم جدا قوي في هذا في بدايه الصباح الباكر. مدخل او شوارع محمد القاسم والقناه ايضا عندنا شهد الزخم، عندنا او عندنا القرطبه الطيران بالتحرير وصولا الى الخلاني، وصولا الى الوتبه الرصافي، هذا شهد خط السير اللي يشهد دائما هذه الكثافه الصباحيه. نعم. عندنا من الخلفاء باتجاه المقاتل وصولا الى مدينه الطب، الى تحت القلاع ايضا تشهد عندنا كثافه، عندنا ميسلون باتجاه جسر الغدير ايضا شهد عندنا كثافه، الزعفرانيه من اسفل الجسر وصولا الى تقاطع او الى تقاطع الزيوت ايضا عندنا شهد كثافه، هذه الاماكن دائما تشهد عندنا كثافه بالنسبه لجانب الرصافه، جانب الكرخ ايضا عندنا سيطره 75 او ساحه الرشيد علوه الرشيد ايضا عندنا شهدت كثافه باتجاه بغداد، وايضا جسر بغداد باتجاه الجادريه ايضا شهد عندنا كثافه سريع الدوره شهد كثافه وصولا الى تقاطع الزيوت، وايضا جميع الطرق المؤديه الى المنصور من ساحه النسور الفارسي العربي وصولا الى العلاوي، هذا الشهد عندنا كثافه جدا عاليه، عندنا من السمك باتجاه السريع او باتجاح العلاوي ايضا شهدت عندنا كثافه، فعلى العموم اليوم كثافه جدا عاليه موجوده، لكن بعد الساعه 10 في الثالثة اغلب هذه الكثافات. جيد. نعم سياده العميد، سياده العميد لكن يعني لكن احنا ايضا من خلال قناه المشترين ننوه يوم غد راح يصير قطع في التقاطع الشارقيه باتجاه براته. والعكس نتيجه اعمال تبديل القطع السكك الحديد. نعم. جيد. نعم جيد جدا. سياده العميد يعني بعض المشاكل اللي يواجهها الناس هو في جانب الرصافه وتحديدا على سريع محمد القاسم يعني باتجاه جامع النداء وباتجاه منطقه الكراده، يعني الشارع المؤدي الى جامع النداء اللي هو يكون الشارع الخدمي، يعني هذا دائما يكون مزدحم ويسبب قطوعات في طريق محمد القاسم تصل الى وزاره الماليه، انه احنا اليوم شلون تقدرون انتم تتلافون كل هذه الازدحامات يعني، وفي منطقه يعني وباتجاه منطقه الكراده ايضا، يعني عد ما شخص يريد يدخل منطقه الكراده يعني خلينا نكون احنا واقعيين ومنصفين في العمل. نعم. يعني انتم فعلا تنقلون هموم سواء كانت منتسبين او كانت هموم المواطنين. صح. يعني انت الزخم الموجود، الكثافه الموجوده اللي ما تتوالم، والطاقه الاستيعابيه بالنسبه لي الشارع البغدادي. انت من تقول اكو توجه، يعني احنا اغلب موظفينا الكسبه واكثر من مره صار هذا الحديث مالتنا، توجههم او خروجهم في الساعه 7 يعني منطقه الراجديه وصولا الى الشعب وصولا الى الصيخ الى تقاطع النداء حتى يتوجهون الى ساحه عنتر. نعم. او ساحه الدلال. نعم. يعني هذا الزخم او يتجه في اتجاه الماليه تقاطع القسم الطبي نسميه باتجاه المجمعات الكليات او تقاطع الفنون الجميله، هذا ليس كثافه يعني مو 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 لا نجامل بيها ولا نقول نخفيها، كثافه عاليه عدت اللي يأتون من خارج بغداد وايضا مناطق شرق بغداد باتجاه الجامعات وباتجاه الكليات، لان هذه منطقه حيويه فلا يمكن لا يمكن تقليل من هذا الا احنا ما يعني ذكرنا في اكثر من مره
ما لم يتم تفاوت الدوام الرسمي بالنسبه للوزارات والمديريات حتى نتمكن ولو شيء بسيط او جزء بسيط من تقليل الزخم المروري. نعم. كل الشكر لك سياده العميد، نورتنا لهذا اليوم في سبع زاك. تحياتنا لك. شكرا ولا لك. ولا يزعل علينا عزيز. لا بس انا قصيت لك وصل يعني سياده العميد، الوصل راح مش تحياتنا لك. تحياتنا لك. شكرا لك. الله يحفظك. نعم مشاهدينا الكرام اكيد رح